صدقني عامل لك من الاخر ما بتوفي اقل من 25% سيد عزات. زازا لا تحكي مثل المجانين، بدك تشرح لي شغلي اللي عم بشتغله؟ شو يعني يوفي معك؟ انا عم اشرح لك شغلك اللي بتعرفه ولو عم تربح 100%، ليش عم تغص على 25%؟ شو يعني عم غص؟ شو هالحكي؟ انا ببطل اني اشتغل احسن لي ماشي؟ ايه احسن، ما بدك تشتغل لا تشتغل، كأنه المصاري رح تبقى لي بالأخير. ليش؟ لمين عم تعطيها؟ انت قلي عن الشركات تبعك وانا جاهز على 20. روح عني يا رجل، حاجتك بقى يعني بدك تاكل وفوقها بدك تحكي علي؟ زازا اذا قلت لك بتقوم وبتروح بتوقف قدامه. اها عم اسمع، 10% بس ما بقى رح يصير مثل ما صار اليوم، حتى البعوضة ما بتدخل مستودعاتي، مفهوم؟ 20 وأنا ما بتدخل بشغل بعوضك، روح قل للضابطة يحلوا لك مشاكلك. 15 لا أنا صافحتك على 20، خلصني. ليك أنا شفت بحياتي بهلوانات كتير بالسيرك، بس ما شفت بهلوان مثلك يا زازا. وين الحبل طيب؟ انت بتلعبها بدون حبل يا زازا. عزت فت عينك منيح، اعطيني ال20 لاعرف العب عليه واقدر اتحرك براحتي، هاي ما صارت لغيرك. خلصت على 10. خالي شو؟ لك ابني 10 لعالم دار و10 لإلنا. بدك تحكي هالحكي لعالم دار؟ ما بحكي. ايه ما بحكي. شو عرف ابن الدولة والأمن بشغل التجارة والشطارة؟ خليه يأكل على مهل كم ضربة حتى يتعلم. لك أنا بس بدي مصلحته، صدقني. بعتني على مركز منغوليا. وانت شو عملت؟ أخذت تقرير صحي طويل. الحمد لله على السلامة معلم. ما بدك تعمل شي لهذا الزلم الحقير أويصال؟ اوعك تحكي طالع نازل على حضرة المستشار، هذا بيدخل بخانة إهانة الدولة وإدارتها وموظفينا. معلم انت مستهين بهالشغلة؟ قبل هالمرة قديش جبنا بلاوي على راسنا، هلأ رح يجيبها وزيادة 1000 مرة. انا ما بستهين بحدا ابدا ولا بأي شيء بالحياة، بس كمان انا ما بكبر حدا بعيني. معلم المعلم ميماتي وعبد الحي موقفين بالشرطة. شو؟ كنت هلأ عم قلك معلم. وليش توقفوا؟ راحوا على اجتماع للزارة والشرطة مسكتهم عنده هنيك. طيب هلأ وينهم؟ قال بدهم يتحولوا للادعاء العام، طلبهم الادعاء العام. لك هدول عن جد مجانين، شو امتى بدهم يصحوا؟ ليش لهلأ عم يعملوا هيك شي؟
سيد ميماتي، حضرتك تفضل فوت لعند المدعية، أنا لاحقك. سيد عبد الحي، المدعية بتقلك اتصل بالسيد علمدار. حضرة المحامي، شو علاقة مراد علمدار بهالشغلة؟ طلبته المدعية، قالت إنه بدها تاخد إفادته كمان. ما فهمت عليك، يعني ميماتي باش عاجز ما بيعمل شي لوحده وبإرادته؟ ميماتي عم يعتبرونا عصابة، لهيك طالب المعلم. العصابة هنن هدول يلي كانوا قاعدين بالاجتماع. ما علينا، بحكي للأستاذ المدعي، انتو لا تتصلوا بالمعلم. ده قل له حضرة المحامي وحاكيه بلهجة مناسبة ولطيفة، هكلنا كل أنواع العقوبات بهالحياة، على الأقل خلينا نحولها لمؤبد مع الأشغال. حضرة المدعية قال طلبتي مراد علمدار، أصلا ما في مشكلة، وإذا في مراد علمدار ما له علاقة بشي. أنت لا تجاوب قبل ما أسألك. ماشي، سألينا لنجاوب. شو بدك يانا نسألك على كيفك؟ ماشي، بس أنا ما حكيت شي. طيب هي سكتت، طلع لبرا. شكرا كتير، تسلمي. ما قلت لك أنت حر؟ طلع لبرا وبعت لي محاميك. العمى، الكفوف يلي اكلناها اليوم من هالتنتين بحياتنا ما اكلناها. انا مو كنت معاهد حالي ما اضرب مرة؟ سحبته وانت شاهدي عبد الحي. اذا بتريد ميماتي لا تحكي هيك بقصر العدل، بترجاك. بدياك. روح روح، انت بتشبه المحامين كتير بهالمشية. شو انتو يعني ما بتفهموا الحكي؟ شو قصتكن؟ ابعتوا المحامي تبعكن. حضرة المحامي، رح يجي مراد علمدار؟ اتصلنا فيه وقال جاي دغري. ايه، هلأ رح بلش اخذ افادة هدول اللي برا مع لالا زارة. حاضر. انت ليش عم تعمل معي هيك؟ يعني حتى ما تطلع فيني لوحدي. اذا ما انا عملت هيك اكيد رح اطالعها من راسه للمعلم. هي اذا اجا. انا اعطيت رقم المعلم للمحامي، اتصل فيه وقال جاي. تعرف شو؟ انت بيطلع منك مهرج شاطر، انت عود خشب وبس، ما فيك ولا ورقة. انت خليك هون عابد، في حاصر شي مانو منيح حدا منا يبقى برا. مثل ما بدك معلم. ست لالا تفضلي احكي. بدي اعطي الافادة تبعي باللغة يلي بعرفها. ما فهمت. هذا حق الدستوري، حضرتك بتاخدي افادتي باللغة يلي بدي اياها. شايفة حضرة المدعية عم تحاول تحرف القضية. شو انت ما درست حقوق؟ ليش بتنكر على الناس اقدس حقوقهم الدستورية؟ ما بتعرف انه حقنا بالدفاع هو من اقدس الحقوق؟ لغتك التركية ممتازة، يمكن بالتركي فيك تعبري عن اللي بدك اياه بشكل افضل، وهيك بيقدروا يفهموا عليك المتهمين بشكل احسن. هلا اذا كل واحد بده يحكي باللغة يلي بيعرفها، انا كمان بحكي باللغة يلي بعرفها. سيد رمضان. امر حضرة المدعية. سيد رمضان بيعرف لغتك، تقدري تقدمي افادتك باللغة يلي بدك اياها. استي باستكم. عم تتشكرك.
ممكن تحكي لنا شلون صارت القضية؟ من لجهة ليبو اندامين بارتيا خوريسه باديكر وأفيهن هاتن كتن هوندر وهافدينغو بروباكاسيونا بيك بينن. لما كنا عم نتناقش أنا ومجموعة من المؤيدين بالاجتماع تبعنا دخلوا هدول الشخصين وقاموا بعملية استفزاز بشكل وقح. إيب أجانن دبلتنا بخستناك شبكنا تشيزورا فيتشاوا صندن لمدكن. أنت وحدة كذابة، ليش في عصابة بكل البلد أكتر منكن؟ لا تحكي قبل ما أسمح لك بالحكي يا مواطن. هدول عملاء للدولة عاملين عصابة مسلحة وعم يمارسوا علي هذا الضغط من زمان. تدعي عليهم؟ أسكلي دارم أجوارة دي بيجيم كوج آليهم وأجانن تيجي دي تم تهديد كرين. قالت بتدعي هموت كبيجة. بس أنا ما قدرت أفهم كل شيء قلتيه حضرتك. أنتو شو عم تحكوا بين بعضكن؟ حضرة المدعية ما بتعرف اللغة منيح، ما عدت فهمت شو عم تحكي. اللي قلته اني عم بتعرض لكل انواع التهديد الممنهج من قبل عملاء الحكومة التركية والمتعاونين مع الامبريالية. بما انك ما بتعرفي لغتك بشكل منيح، ليش ما بتتعلميها؟ ليش سمحتولنا؟ اللي بده يتعلم يا ست بيتعلم. انا بعرف الكرمانجي وبعرف الصوراني، انت ليش ما بتعرفي؟ بس شاطرة انك تتفلسفي علينا بالكلام؟ يبدو انك متدرب بشكل منيح لتكون عميل. نحن هون عم ناخد إفادة، ما عم نشتغل بالسياسة. تجي لعندي وبتقلي انك حابب تتعاون معي وبعدها بتبعت لي رجالك لحتى يقتلوني؟ كنت مفكرتك غير عن بقية العملاء، طلعت غلطانة، طلع ما في عميل للحكومة بتصدق كلامه. لا لا، بدك تضلي عم تقولي عميل؟ شو دخلي بالحالة كتير وبتبنيتيها؟ برافو، انت عميلة شاطرة كتير. حضرة المدعية طالبتك. معلم بالأول اسمعنا، لا تتوافق إفاداتنا مع بعض. ميماتي بهالفترة ما عندي شي بيتوافق معكم. قال حضرتك طلبتيني. ادعي لربك يا مرا منشان يحطونا 30 سنة بالسجن. أنا حطوني كتير بالسجن. السجن بيرجع العقل لراس الواحد، بيخليه يفكر أحسن. لما بتطلع بتصير بتعرف أكتر لوين ما لازم تقرب. بالظاهر ما عرفتني. لا ما عرفتك. أنا هلأ لازم ناديك سيد علي ولا سيد مراد؟ شو ناديك؟ نحن منعرف بعض؟ شي بيزعل كتير. نحن ما أخذنا إفادتك أنا ورهف؟ هلأ هي أنتي ليلى؟ يا لطيف قديشك متغيرة. خلص راحت ليلى القديمة. كان لك نظارات مثل كعب الأنينة. ما تقلي هيك، بس تطلع على حالك ما بقي منك شي بيشبهك. عن جد تفاجأت كتير بشوفتك. تفضل. قديش حكيت مع رهف حتى تتوسط لي عندك مشان تساعدني لأقدر صير دبلوماسية؟ بس ما عملت لي واسطة، شوف صرت مدعية. بتعرفي المرحومة كانت غيورة فما قالت لي. لا تدخنا، رهف بدها تغار مني؟ أجمل بنت بكلية حقوق اسطنبول؟ ليلى احكي لي كرمال الله، أنت من وين طلعتي؟ لما أنت ما عملت لي واسطة رجعت لعند أهلي، بعدين عملوا امتحان هون، دخلت ونجحت وصرت مدعية.
بس رهف ما عادت حكت لي عنك ابدا. انا فكرتكم تزعلتوا مع بعض. ليش المسكينة كان عندها امكانية تشوفنا؟ كم سنة اضطريتوا تختفوا؟ ايه بس بعدين طلعت شغلتي بالجرايد والتلفزيونات، ليش ما اتصلتي وقتها؟ ما حبيت اتصل وما قدرت اجي على جنازة رهف. ايه شو اخبارهم بابا عمر وماما نازك؟ العمل ليش طول كل هالقد؟ طبعا لانه صعب عليها تفهم على المعلم. اكيد بيكونوا عم يتخانقوا مع بعض. طيب ليش اخذتي افادة الجماعة تبعي؟ مناوبتي وهن وقعوا عندي. ايه وشو رح تعملي؟ معقول قلك يعني؟ الصداقة شي والشغل شي. انا عم اسأل اذا كانوا احرار هلأ ولا لا، لانه اذا كانوا احرار بدي اخدهم اعملهم عندي محكمة على رواق. اعمل اعمل انت اعملهم المحكمة اللي بدك اياها. شكرا. سمعت انه تركت شغلك. هذا اللي صار مراد بسبب الوظيفة اللي كنت فيها. في عندك أعداء أكثر من الأصدقاء. رجاء انتبه على حالك. الكل حابين إنه يشوفوك هون عندي بس أنا ماني حابة. يعني أنتي مانك حابة تشوفيني؟ إيه بس مو هون. بعدين لهلأ متذكرة برك الماما نازك اللي بيطيروا العقل. لكان مخليها تعمل لك وتعزمك، رح تفرح كتير بهالشي. سلم لي عليهم. بيوصل. انت تابعنا الملف. حاضر معلم. شرفوا. طلعت صديقة قديمة. هلا هي صديقتك معلم؟ واحتدت علينا كل هالقد؟ منين صديقتك معلم؟ مو صديقتي، صديقة رهف بالكلية، وكانت تحبها كتير. صار لي زمان كتير ما شفتها. حلو كتير. إذا صديقتك هي يلي بتاخد الملفات على طول فينا نطلع من كل شغلة. مرة تانية ما بتعملوا شي من دوني. قول سمعوا. انت بمحلك؟ ماشي جاي معلم. انتو روحوا، رح مر على محل والحقكم. ليك ميماتي انتبه، لا تشتغل بلا لازارة. رح ضل اشتغل فيها معلم، بس هلا الموضوع هو شغل مو اكتر. شغل شو؟ نحن بقصر العدل شلون بقلك؟ تجارة تجارة. شو الوضع سمعو؟ اخي لقيت لك زبون لبضاعتك. مين هو؟ الجماعة غرب اخي، ورح يدفعوا فيها منيح. امتى بدهم اياها؟ هاي الليلة. انتبه ليكونوا المنظمة او المكافحة او عملاء مع عملاء. عندك فرصة من 4 اخي، اذا بدك منستنى ومنسأل. من عدا جماعة المكافحة منقبض مصارينا منهم كلهم، والمكافحة ما بتطب علينا، وإذا طبت منعرف المدعي. ماشي خلينا ننهي هالشغلة الليلة.
تمام. شو هاي ميماتي؟ $50 مليون معلم، بعنا البضاعة يلي عنا. ايه بس هاي ما بتوسع كل هالمبلغ. عابد وعبد الحي عم يجيبوا الباقي معلم. شو اللي عملته ميماتي؟ معلم هلأ بدك تقول بتطلع بولادك وكل هذا الحكي؟ لا تأخذنا، بس بعنا البضاعة لبرا، ما بتطلع بولاد حدا. عابد عد هدول المصاري حتى ما يكون في نقص. معلم حطيتهم بالآلة عند سمعه، المصاري سليمة كلها. كنان ايفري، هاي المصاري مزورة مماتي. معلم هي مزورة بقلبك، بيمروا من الآلة من دون مشاكل. بعرف انه المصاري الحلال يلي بعقلك هي يلي بيجيبها بابا عمر من شغله، وهي ما بتكفي حدا منا. مكتوب كنان ايفرن على المصاري يا ميماتي. دفعتوا لهم المصاري اللي بعتموه؟ ايه دفعناها معلم وبلعوها. طبعا رح يبلعوها الهم، رح يبلعوها، رح يبلعوها. خليك عندك. حاضر معلم. يلا يلا. ليك انا هلا برجع. ماشي ماشي بس لا تطول. Thank you.
رح نصنع مخدرات. شو خلصنا هلأ من تجارتها ورح نبلش بتصنيعها؟ في حدا مشبوه بالمستودع بدي دعم. بدك ما تواخذني زميل. حسني طلب دعم شيء؟ مع الأسف طلب معلم. طلعوا قد ما بتقدروا من البضاعة اللي هون بسرعة ومنلتقي بالمحل. يا الله المعلم مراد على مدار. السلام عليكم. شو عملت بالصابون؟ شو عملت؟ مين كنا أنا فيران؟ باشا. وشو علاقته بتبع الصابون؟ انا شو عرفني بهالموضوع؟ ليش شو صار؟ ما في شيء. ليك لازمني بروفيسور شاطر. اوهو، ليش في اكتر من الجامعات بهالبلد؟ بس هذا البروفيسور رح يصنع لي صابون. فهمت عليك. تبع الصابون لعب عليك لعبة وانت بدك تردنا اياها وتلعب عليه. مزبوط هالحكي. بس هاي الشغلة ما بتصير ببروفيسور، ولو بدك واحد بكرسي. ايه هيك بالضبط. بدك تطالعني مشوار؟ ايه بطالعك. بس انا بدي سوق، انا بدي سوق انا. وانت يلي بتسوق. شوف في استاذ بكرسي شاطر كتير هرب من عند تبع الصابون رفيقك، والصابون يلي بيعمله ما حدا بيحسن يعمله. خير ميماتي خير. شو هدول الاغراب؟ لا تسألني، ما رح جاوبك بابا ممدوح. ايه والله اذا مشغولين بهالوقت فيني يجي بعدين. لا بسيطة، المعلم هلأ بيجي. تفضل لهون. اهلا وسهلا بابا ممدوح. اهلا وسهلا فيك يا ابني. تفضل ارتاح هلا بيجي. ماشي.
قلت لي بدك تاخذني مشوار، ليش جبتني لهون؟ ميماتي رح يطلعك المشوار. ما بروح معه على محل. ولك مجنون؟ ايمتى عقلت وصرت تنقي الرجال يلي بيمشوا وراك؟ شو طلعت رصاصة من راسك؟ ميماتي، سفنجي رح ياخدك على محل. تاخدوا الزلمة يلي هنيك وبتجيبوه. حاضر معلم. السيارة بسوق سفنجي. كنت تدخلوا فيه. ويسرع قد ما بده. شغلنا مستعجل ميماتي. روحوا بسرعة ورجعوا بسرعة. خليك مرتاح بابا ممدوح، خليك مرتاح. طمني كيف صار باران؟ ان شاء الله طاب جرحه؟ صار احسن الحمد لله. انا يمكن وجعت لك راسك من ورا. استغفر الله. قلت لي رح تحل مشكلة الشباب مع الحكومة، بس انت طلعت من وظيفة الدولة. دلني على الطريقة لشوف شو فيني اعمل. في مدعية عمي بعرفها منيح، ورح حاول اني اترجاها بالشغلة. ما بتخجلني. لك الله يرضى عليك يا ابن الاوادم. امتى بدك تحكي معه؟ بعد شوي بحاكيها. انت جهز الشباب والمحامي وخليهم يحضروا حالهم، وانا بكرة بقلك كيف تتحرك. تسلم يا ابني، كتر خيرك. واقف واقف، صف شوي على اليمين. ما بوقف. إذا ركبت الطيارة بتقول صف على اليمين؟ ما بتقول. ما بركب طيارة، صف على اليمين لأني اتضايقت. قصدك واقف؟ خلاص بوقف، لا تنق حتى ما تخرب السيارة. أنا شو اسمي؟ ميماتي. مراجي؟ لا. بتسوق السيارة مثل خلق، ولا بقوس براسك هرصاصة وبسوق السيارة على كيفي؟ قوس لشوفه وفرجيني مراجلك. يلا سوق. هلا هو ناقصه جنان لحتى تجن عليه؟ أنا مجنون أساسا. امشي على 90، لا على 89، مو على 91. لا انا حابب امشي على مهلي، ما عاد بدي اسرع. دعاس دعاس. هيك اسرع اسرع اسرع. طيب طيب. ايه ضلك هيك. ما في احسن من البضاعة اللي بيعملها هذا. حتى الكلس بيعملوا بودرة وبيشمموا للناس. تعا تعا يلا روح قله يجي لهون. بس هو بيكرهني كتير. ليش؟ هيك مرة ضربته بالشاكوشة على راسه. ليش ضربته؟ انت بدك تمسك الزلمة ولا بدك تحقق معي؟ سفنجي، من اليوم وطالع بدك تجاوبني مثل الخلق، ولا بحط رفيقة الرصاصة يلي براسك وبروحك على الآخر. Thank you.
تتعب يا قليل الحياة. قوم. أمي مين رح يأكل كل هالأكل؟ لازم بيض وشك قدام ليلى يا ابني. شو يعني بعدها سمينة؟ ما بينقال هيك عن النسوان يا ابني. إذا بدك تحكي طلع على بطنك وبعدين احكي. بابا عمر رح خففه. شو هالحكي؟ أخي أنا مو مثلك، أنا نوعي اللي بياكل وبيزيد وزنه، أنت عم تحرق. إيه وأنت حروق يا حكمات، لا تقعد. أنا بطني مو من القعدة. في كم شغلة براسي عاملي لي ضغط، بس يخلصوا رح بلش رجيم قاسي. اوعكن يا ابني تحكوا هذا الحكي قدام ليلى. ها مو قليلة قديش بكيتوا هالبنت وانتو صغار؟ مرة نظاراتك مثل كعب القنينة، ومرة سمينة مثل الغوريلا. امي قولي لابنك ليش عم تحكي هالحكي معي؟ امي ليلى صارت مدعية عامة، مين بيسترجي الا هيك شي؟ شو بتعمل؟ يعني ممكن تحط ابني بالسجن؟ لكان أنا بقلها إذا هيك بنتي ما بيصير تزيدي وزنك، لأنك بوظيفة حكومية ولازم تكوني نحيفة. شو صار لك من الصبح قاعدة عم تنبهيهم للولاد وهلأ شو قاعدة عم تحكي؟ يعني إذا المرة حكت مع المرة بهي الأشياء شي، وإذا حكى الرجال بهي الأشياء مع المرة شي تاني. وهي بنتي ما بتزعل مني. حكمة تفتح الباب بلكي بتنحاف. معلم البنت رح تقدر تفوت من الباب. مننقل الطاولة لبرا ما هيك امي؟ عيب عيب. اهلين. هذا بيت بابا عمر؟ اي نعم. أنا بكون رفيقتها لليلى، قال جاي لهون على العشاء وعزمتني كمان. ايه تفضلي. ماما نازك اجت رفيقتها لليلى. اهلا وسهلا يا بنتي. شكرا. اهلا وسهلا. وين ليلى؟ ليش تاخرت لهلا؟ اتصلوا فيها اتصلوا. ايه بعد شوي بتجي، حكيت معها هي على الطريق. ايه بتكون جاعت ووقفت بالطريق تاكل شي شغله. مو غريب عليها، ما تحملت، بتكون اكلت الجسر وجاي سباحه. خلاص بنتي تفضلي اقعدي. الله يرضى عليكي، تفضلي يا بنتي. هن بيعرفوا ليلى بنتنا هي وصغيرة، بهداك الوقت هالغلاص كانوا يعلقوا عليها. أمي استهلكت من الصبح 10 كيلو طحين من شنجية ليلى. 10؟ يعني ما بيكفي. بنتي هدول عم يمزحوا معك، انتي لا يهمك. خلاص بيكفي بقى، رح جيب صحن لليلى. ما بيكفيني يا بابا عمر، لأنه ما في حدا بالدنيا بيعمل برك وكفتة مثل اللي بتعملها الماما نازك. ليلى يا حبيبة قلبي. معقول ما عرفتيني ماما نازل؟ يا حبيبي يا حبيبي. بابا عمر كيفك؟ بنتي معناتها انت اكلت الجسر اخي حكمت؟ الحقيقة لسه في شغلات ما فيني اكلها. الحمد لله انك صرتي مدعية. اخي حكمت كنت مثل الجبل. ايه هلأ صرت مثل شجرة البلوط. احكي بنتي احكي، نحنا ما قدرنا نفهمه، انتي احكي. عيب عليكي، انا اخوكي الكبير. خدي روحك. يسلموا ايديك يا ماما. خد ابني. يسلموا امي.
شو عملتوا الآن؟ آغا، جهزنا البضاعة، رح نبعتها من نفس الطريق. لا يا إلهان، اللي عرف مستودعنا بيكون عرف طريقنا، منعملها بطريقة تانية. انتو خدوا احتياطكم وانا بعطيكم خبر. تأمر امر آغا. هدولي شو ما عملنا رح يهاجمونا، مشان هيك نترك طعم صغير حتى طيور تاكلوا، احسن ما ياكلوا بضاعتنا كلها.